تعليقي ما نتولوش برشا استفزاز زايد. لكن انا نحب نمشي بالمرحله بالمرحله. يا اخي اللي يقول يمشي بوب رانا المنتخب ورانا الترجي يا اخي ما يعرفوه. اللي ما يعرفش هذايا ما يعرفش يمشي بو. هي رانا الترجي وهو صرح هو بيده وهز بطولات وهو المدرب ومدربين من كبار المدربين. إيراني ترجي حر منو يدخل إيراني ترجي ولا يحط تشكيل ترجي وحر. والمنتخب كذلك جمعيته هو حر. أما أنه عملها في المنتخب والمنتخب وخاصة مع سكوليو هذا يا معروف. إيش بيا أخي سليم قال لا ما عملتش أنا لا مع عمره ما ينكر اللي عمره. وشنو اللي عمره؟ لا مع خدمة مع المنتخب. لا أتذكر تصريح لسليم شيبوب أخوي هو أنا نقوله له كنت حمل مسؤولية. سليم شيبوب كان سيدي يسير ويعمل هو المدرب هو البو هو الخو هو كل شيء. هذه واحدة بربي اللي يهزوا في التليفونات ويكلموا سليب يقول له راني ما لعبتش. يا اخي البورتابل موجود وقتها كيفاش كانوا يهزوا التليفون؟ يكلموا من الريسبسيون تاع الاوتيل يا حاج ديما النقاط عاد ليه عاد ما يلزمنا نتبعوا تبع الغرزة. انا نحب نقول لك حاجة باش نفاجئك بها باش نفاجئ بها الشخصية ربما اللي ما عاشوش حاتم الطرابلسي وهو جونيور يلعب في مقابلة سينيور صفاقس والقروان في القروان. الماتش ما عديتوش بكل عديت كان حاتم الطرابلسي وقلت وقتها احفظوا هذا الاسم سيكون له شأن كبير في كرة القدم التونسية وكان له شأن كبير في علاقة بالبوليميك استفزاز هذا ولا وعمل زايد شكري تقول لي كان انا نثبت وقت اللي جاء ناصر شكر واعر قال والله لا سليم ليانا قال ليانا وفي التلفزة ونجيب لكم التسجيل وكل شيء قال والله لا عاد يحط ساقه في الترجي على شكري على شكري بعد جمعتين الناصر طلع مش في الكذا وكذا رجع في المستوى رجع شكر الواعر مشيت له انا طول مشيت قلت له مش قلت شكر الواعر قال لي لا اني اكل لي زامبيسيل كي درا شنو وكذا وكذا كي شونج با دافي كاين سليم يسول ميجول ارجع لي على الموضوع يا حاج الموضوع هذا اختاني من انت على شو غزه قداش من ديراباج انت على خلاص تمشي بوب عرضك في اللاك اعطيني هذا اللي صاير هذا اللي صاير ما يخرجش عليهم الزوز زوز ايقونات كرة القدم في تونس شكري أحسن حارس خليني نقول هو عطوقة يضاربوا على الوقعة الأولى حاتم الطرابلسي أحسن زادة مدافع يضارب هو طارق ثابت على البقعة الأولى لكن هو فاق طارق عمل ثابت كارير خير. ولعب البرة وعمل كل شيء هذا ما يخرجش علينا خاصة يا راف يا أخي احنا بالكشي قاعدين نلعبوا بالدود احنا رانا باش نلعبوا تو تقريبا 20 يوم ماكسيموم اخرين باش نلعبوا نهائيات كاس العالم وهذوما ناس تاع كاس العالم وتاع كذا وكذا اللي تقريبا ما متابعين فيها شيء لشنو اخبار الليستا لشنو المنتخب لهين بعركه الوزير الا وزير ووديع الجري حتى الرئيس عمل تلميح في البيان نتاعو تو نرجو نحكيو عليه في علاقه بكذا البارودي مفتش عنه اليوم غادر التراب التونسي سمعنا في الجزائر الله اعلم ننتظر التاكيدات البوليميك ما بين حاتم وشكري انا اللي غادي نسكر الموضوع انهم زوز 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 نجوم كبار في الكره حاتم الطرابلسي هو حر يحكي على سليم شيبوب وحتى لو كان جماهير الترجي ثبتوا هذيك الثمن يعرفوا كي باش تمس شخصيه عند جماهير فريقها الافضل يقول لك هذاك الرئيس نتاعنا هذاك سليم ما يتمسش عادي هذه رياكسيون في الكوره عادي ولكن الكلام اللي تقال على شكري والكلام عندي انا الكلام اللي تقال انه ما على باليش بكم ما نتفرجش فيكم وكذا راه جزء كبير من جماهير الترجي حاتم كان يمشي ويلبس ماريو لاجاكس في القهوه ويشيخ عليك ويتفرج فيك دونك اليوم ما تنجمش بعد لك كملت كاريرك وخرجت وكذا باش تحكي بالطريقه هذيا شكري في رد الفعل زاد كان سخون شويه وقال كلام ما يتقالش على حاتم لانه تحب ولا تكره حاتم وصل لثاني اريير دروا في العالم بعد كفو المشكله الزوز معناه ايقونات معناه كي يتعاركوا زوزك اللي كعبه ليه والله يدخل حاتم وشكري حاتم وشكري معناه مع شكون تجي هاو حتى ريتهم الزوز ما تنجمش تجي مع حد خاطر نحن ما نعرفوش معناها لي سوفينير الحاجات القديمه ما نخليوهاش في البيدستال نتاعها بالرونق نتاعها بالنفاح نتاعها ديما عملنا حاجه باهيه ديما مخول برشا اسئله سالناهم وقعدوا بلاش جواب وسونيا تتساءل شنو مجيبني والله وش ماذا افعل هنا والله قاعد نغزل لك كل في القهوه كل ما ندور هكا تكلم نتاع بصحتك خيمت بسبعه صحه لي خيمت بسبعه نمشي نحكيو على بوليميك اخرى بعيد على السياسه مره اخرى مسلسل المنصف عابله